السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. المكان ده يا جماعة عجناه من حوالي سنتين فاتوا، لقينا أثر كوبرا ولقينا التوب بتاعها ما لقيناهاش الكوبرا. جينا لها أكتر من 7-8 مرات في خلال سنتين أو 10 مرات. إن إحنا بنلاقي برضه يا جماعة اللي واقف جينا النهاردة، لقينا يا جماعة التوب بتاع الكوبرا برضه هي طبعا يا جماعه شكلها كوبرا ضخمه. والله من سنتين فاتوا بالظبط ده كده يا جماعه، كده الديل يعني معنى كده ان هي كوبرا ضخمه جدا. لفينا المكان كله، عملنا عمليه فحص شامل للمكان، ما لقيناش اي اثر ليها. لاحظنا يا جماعه جره الافعى هنا، طبعا يا جماعه المنطقه عباره عن شبكه فيران. ايمن شيل الطوبه دي كده من ده. ثانيه بس واحد الجره يا جماعه بالفعل داخل الجحر، ربنا يكرمنا ونلاقيها. اخيرا يا جماعه ظهرت خليك ورايا من بعد اذنك. فحتنا اكتر من 4 جحور. شكل الكوره يا جماعه لونها غامق. والله العظيم يا جماعه سنتين واحنا ماشيين ورا الكوبرا دي، زي ما انتوا حضراتكم ديلها ضخمه اهو، مش عارفين شكلها هيبقى ضخمه جدا الكوبرا دي. والله وحش وحش تاني كوبرا يا جماعه في يومين تبقى بالحجم الضخم ده. تخافش يا ايمن، شوف يا جماعه عامله ازاي، قريبه قوي من اللي جبتها امبارح. بس طبعا يا جماعه بتاع امبارح كانت سمره ودي اطول، الفكره كانت حوالي 190، دي مترين او مترين وزياده. والله العظيم يا جماعه سنتين بالظبط واحنا بنلف ورا الكوبرا دي. الكوبرا طبعا يا جماعه في جحر
ناحية الشمس. كله يا جماعة تجمترين وخمسة سنتي. زي ما حضراتكم الكبر الاحجام دي تبقى يا جماعه من نوادر. قريبه جدا من بتاع امبارح، بس طبعا ديك هي بتاع امبارح يا جماعه لونها اسمر خالص، بطنها سمر خالص، دي بطنها فاتحه. بالله عليكم يا جماعه محدش يحاول يعمل الحركات دي. شديد يا جماعه خالص. كبرى يا جماعه ضخمه جدا. بالله عليكم يا جماعه محدش يحاول يعمل الحاجات دي. شايفين يا جماعه الجحور الكبرى عامل ازاي؟ معديه يا جماعه المترين. بالله عليكم يا جماعة محدش يحاول يعمل الحركات دي. يا جماعة الكوبري عامل ازاي؟ طبعا يا جماعه الكوبرا شاتيه نهائي. بالراحه بالراحه كده، هات حاجه عندنا كده. اضربني اضربني. زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه الكوبرا معديه ال 200، حوالي 205 سنتي. بطنها طبعا يا جماعه بيضه غير امبارح. بس طبعا نفس الضخامه. الحته الثانيه يا جماعه في الكوبرا الاولانيه كانت سمره خالص، هنا فاتحه شويه. شكلها هتضخ سم عشان كوبرا سخنه، شكلها هتضخ سم اول ما العصايه تجي فيها. هذا يا جماعه الناب
نبين طالعين جنب بعض. وادي النبي التاني. بشكر حضرتك الحاج عامر يا جماعه، وقف معايا ساعدني شويه. طبعا الارض بتاعتهم ده يا جماعه طريق مهجور وملغي. تعالى يا محمد، ده يا جماعه اخر الطريق، يعني هم المزارعين قاطعينه كده من الناحيه دي، مفيش اي حاجه بتعدي من هنا غير المواشي. عشان كده احنا بنفحط فيه، في عدد كتير جدا من الافاعي، جبت منه عدد انا والله العظيم ما انا عارف قد ايه. والحمد لله يا جماعه جبنا الكوبرا، هي تعبتنا شويه زي ما قلت لحضراتكم، هي اكتر من 205 سم. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى اجرس، زي ما قلت لحضراتكم كل يوم جديد.